أكو توقعات وتكهنات، اسمح لي أن أطرحها عليك، يعني مدى واقعيتها. البعض يتوقع إلى أنه سيتأزم الموقف أكثر، والتهديد بالسلاح، مو إلا استخدامه، لكن التهديد بالسلاح وعلى أثره راح ينسحب السيد الصدر من العملية السياسية ويتوجه إلى الشارع من جديد. رأيك بهذا التوقع؟ ممكن، ممكن، والمالك يشكل حكومة. بس يسويها سيد مقتدى، المالك يشكل حكومة، وسيد مقتدى سيستنفذ كل إمكانياته بتحريك الشارع. هو يعرف لعبة المعارضة ويعرف لعبة الاحتجاجات والتظاهر ويجيدها، لكن المالك أيضا يعرف لعبة صولة الفرسان. أها. أي نعم. طيب. وراح تكون مو سهلة. بس المالكي يعني هاي اللعبة يعني الصدر ينتظر والمالكي ينتظر. طيب بالتالي راح تكون الغلبة، أفهم هنا، للمالكي. دائما الدولة هي الأقوى، دائما ماكو واحد ينتصر على دولة. طيب تشرين كان الموضوع غير شكل. شلون؟ صح أكو دماء، لكن تشرين قدرت أن تغير عادة المهدي. لا لا، أكو فرق كبير. تشرين غلبة الشارع صح؟ لا لا لا، عفوا. تشرين حركة شعبية جماهيرية تدافع عن الدولة وتطالب بالدولة ضد اللا دولة اللي هي ميليشيات كانت تحكم. طيب مو وصفوا عادل عبد المهدي بلا دولة. اي هو عادل عبد المهدي كان لا دولة وكان في منصب الدولة في لا لا موقع الدولة. كانت مسروقة الدولة وتشرين كانت تريد وطن. فأكو فرق. التيار الصدري طرف سياسي جاي يدافع عن مصالحه وسلاحه ونفوذه وحصته الانتخابية ورؤيته. والمالك راح يصير رئيس وزراء دولة وراح يمارس. المالك أنا متأكد المالك مستحيل يقبل أنه الميليشيات تخيط وتخربط بالبلد وهو رئيس وزراء مثل ما عادل عبد المهدي مثلا. طيب البقية من مثلا كتل السلاح محور المقاومة أيضا راح يسوي صولة عليهم لو يبقيهم واحد؟ أنا أعتقد الأقوياء منهم سينخرطون تحت لواء المالكي ويسوي بيهم شلون الصحوات، حشد شعبي يسميهم سميهم، والضعاف منهم سيؤدبهم حالهم حال اللي أي واحد يرفع سلاح بوجهه. يعني هذا السيناريو أنا ما أفترضه ترى. يعني لا لا، إحنا لا قصدي لا أعتقده، بس ما أقدر أروح بزايد والناس خاف تحس صدق يعني. لا لا، هذا السيناريو لا أتوقع أصلاً. لا لا، إحنا نقول لهم هذا فقط مجرد توقع يعني به. هذا السيناريو لا أتوقع حدوثه لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب لا إيران ولا المرجعية ولا حتى المالكي يقبل أن يستفز مقتدى الصدر بهالطريقة.